عمرو بن ود العامري القرشي. عمرو طال عمرك هذا كان رجل لا يرد على لباس العمامة. يعتبر هذا الرجل بألف فارس بالجاهلية. تخيل رجل هذا مفتل شوارب، يقال أنه جسمه كان ضخم جدا لدرجة أنه الناس تعرف اللي من كثر ما يشوفونه تعرف يخافون منه، ما ودهم أنه يذكر اسمه، كان اسمه لحاله يرعب. ذكر الطبري، ذكر أن هذا الرجل يعني كان صحيح شجاع كثر شجاعة هذا الرجال. بيك بس تخيل أن هذا الرجل طال عمرك كان يغزي الحال، يود تعرف اللي يقول خبل متعافي، هذا الخبل متعافي ما حد يقدر له. كان هذا الرجل يعني أي هراق، أي خرابيط، هذول كلهم خرابيط عنده، رجل شجاع. بعث الله رسوله الكريم بالرسالة ودعا العرب طال عمرك القاصي والداني، ما خلى أحد منهم. وصلت الرسالة منه إلى عمرو بن ود. عمرو بن ود طغى وتجبر، شوف الرجل هذا لونه وزن داخل الإسلام، طغى وتجبر بشكل كبير يعني. وكاد أن جت غزوة الخندق. غزوة الخندق اللي صارت طال عمرك في المدينة المنورة. طبعا أسباب المعركة هي أحزاب، أو تحازبت أحزاب العرب على الرسول عليه الصلاة والسلام للقضاء على الإسلام، لكن الله سبحانه وتعالى رد كيدهم في نحره. وش اللي صار بالضبط؟ اللي كان موجودين القرشيين تقريبا 3000، دعوا العرب كلها، قالوا يا العرب تعالوا يا البدو والحضر، ما خلوا أحد. قالوا هذا رجال جاينا برسالة ونبي ننهي الرسالة هذه كلها. شو وش العلم؟ قالوا جمعوا اللي عندكم فرسان. جمعوا وصاروا كلهم على بعضهم 7000 من العرب و3000 من القرشيين الموجودين في مكة. فجاءوا طال عمرك على الموجودين، قالوا يا الربع لازم ندخل، لازم نعبر. فقام أشخاص أو 3 إلى 4 أشخاص قاموا طال عمرك، قالوا حنا ندخل عليهم. شلون تدخلون؟ شلون؟ قالوا حنا نقول لكم. شلون تدخلون؟ قالوا والله حنا ندخل طال عمرك ننقز بخيولنا على. قالوا خيولكم شلون؟ قالوا حنا مالك، حنا فرسان. كانوا هذولاك الفرسان بهك الوقت يعني من أشجع الفرسان، لكن كان بينهم أشجعهم يعني على الأطلاق يعني. وكان عمره يتراوح من 80 سنة إلى 90 سنة، تخيل كبير لكنه شجاع وفتي يعني، الرجل للحين بلياقته وشغله يعني. فعكرمة بن أبي جهل كان موجود، وكانوا موجودين بعض الأشخاص الموجودين، فادخلوا وحاولوا أن يدخلون ينقزون بالخيول، تعرف اللي من خلال الخندق. جاء الأول وراح، وجاء الثاني راح، جاء الثالث راح، 3 طال عمرك عبروا الخندق وراحوا إلى مواجهة الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة. من ضمنهم منو؟ عمرو بن ود. عمرو بن ود هذا هو الرجل الفتي، وكان هو أشجع رجل موجود في الجاهلية آنذاك. تفاجأوا طال عمرك الصحابة ورسول عليه الصلاة والسلام هم موجودين، ما حسوا ولا الثلث فرسان هذولا داخلين عليهم، موجودين قدامهم يعني، موجودين هناك. صاروا الكفار موجودين وين؟ أو الأحزاب موجودة وراء الخندق، والرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة موجودين، وهذول انقزوا قدامهم ودخلوا عليهم. فيوم دخلوا عليهم طالعوا كذا، ولا عمرو بن ود أول واحد ويدخل طال عمرك. عمرو بن ود، عمرو بن ود كانوا الناس تسمع اسمه يرتعب مثل ما قلنا. فأول ما وقف قال من للنزال؟ من ينازلني؟ قالوا من أنت؟ قال أنا عمرو بن ود. طبعا يوم سمعوا عمرو بن ود الربع كلهم الموجودين اسمته عمرو بن ود، يعني عمرو بن ود رجل له شأنه، كافر مسلم له شأنه. فتعرف اللي سكتوا الصحابة وسكتوا الناس اللي كلهم، ويطالعون للرسول عليه الصلاة والسلام يعني آمرنا وش اللي تبي بالضبط. فالرسول عليه الصلاة والسلام بهاللحظة هذه تعرف اللي طالع بالصحابة كلهم طالع، يوم التفت كذا ولا يقوم رجل. الرجل هذا طال عمرك هو أشجع رجل في الإسلام، أشجع رجل بالتاريخ، أشجع رجل على صفحات التاريخ كلها من بدء التاريخ إلى يومنا. علي بن أبي طالب، أنا الذي سمتني أمي حيدرة. الله، علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان أشجع رجل يعني، ولد من بني آدم قاطب صراحة. الرجل هذا كان شجاع عظيم، وأنا أقول لك ليه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قام على طول قال أنا له يا رسول الله. فطالع الرسول عليه الصلاة والسلام فيه، قالوا إنه عمرو بن ود. قال أنا له يا رسول الله. قال اجلس. فانتظر الرسول عليه الصلاة والسلام على أساس أنه يقوم واحد ثاني أكبر من علي بن أبي طالب، مش من قلة علي ومن قلة شجاعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لا، لأنه كان صغير، كان عمره 22 سنة، تخيل بالعمر هذا. وقام الرجال هذا، تخيل هذا الرجل بالسلك العسكري يعتبر اللواء يعني، الرجل هذا الدنيا هذه ما كلها كلها لافها كلها، ما بقى واحد النزال، ما حد يجي أصلا من النزال، معارك دنيا كل شيء. علي بن أبي طالب ما خاض إلا معركتين، أحد وبدر وهذه الثالثة اللي هي الأحزاب أو الخندق. اللي حاول إنه يستفزهم قام يمشي بالخيل قدامه، يمشي بالخيل يطالع هل من منازل، هل من منازل، ما حد رد عليه. قال أليس فيكم رجل؟ يوم قال كذا هو استفزهم. هنا أنت ضربت على الوتر الحساس اللي موجودين من الصحابة والناس الكبار اللي يعرفون، يعرفون إن عمرو بن ود شجاع
ما ينطح، فبالمعركة يمكنك تقتله، لكن بنزال وجه الوجه من الصعب انك تقتله. لما قال ليس فيكم رجل، قام ثاني مرة انت علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. فطالب رسول عليه الصلاة والسلام قال انا له يا رسول الله. فقال الرسول اجلس يا علي، انه عمرو. قالوا منو عمرو؟ واذا عمرو يعني ومن يكون عمرو؟ انا له يا رسول الله. قال يا علي انت صغير. قال انا له يا رسول الله، خلني انا طال عمرك، ما عليك، خلني انا اترك الموضوع وخلوا علي. قال توكل. طالع انت يا علي بن ابي طالب رضي الله عنه حيدره هذا الرجل العظيم. فطلع طال عمرك يوم طلع ولا هذا على فروسه واقف تعرف اللي كذا، وكان علي بن ابي طالب يتصدم، دخل عليه قال من انت؟ قال انا رجال، انا اللي جاي نازلك. قال لي من انت؟ قال انا علي بن ابي طالب. قال علي ابن من؟ قال علي بن ابي طالب. قال منو علي بن ابي طالب؟ ما يعرفه، كان صغير يعني. قال منو علي بن ابي طالب؟ علي بن فلان، علي بن. قال لا علي بن ابي طالب. قال ابو طالب القرشي؟ قال نعم. قال ابوك كان نديم يعني، ابوك كان صاحبي، فلذلك توكل على الله توكل. يا علي لا والله اني اكره وانا اريق دمك. قال يا عمرو. قال اسلم. قال يا عمرو والله اني احب وانا اريق دمك. يوم انه استفز تعرف اللي قال يا ولد انت ما تبي ترسيها على بر، ينزل طال عمرك من الفرس. يوم نزل لطم الفرس على اساس انه تروح الفرس خلاص بدون رجعه، يمسك درعه طال عمرك ويدخل على علي بن ابي طالب. تخيل، يقال انه اول ما دخل على علي بن ابي طالب علي كان حاط الدرع قدامه، يوم حط الدرع قدامه ضرب بالسيف قص الدرع قص، لدرجه ان كلهم تعرف اللي الموجودين من الجاهليه قاموا يصيحون، الكفار الموجودين من الاحزاب فقاموا يصيحون خلاص اقتلوا عمرو بن ود انت الموضوع. يضرب الضربة الأولى ويضرب الضربة الثانية، وعلي بن أبي طالب تعرف اللي يطلع منه يمين ويسار يمين ويسار، ويدخل على يمين ويدخل على يسار ويضرب من الجهة. المهم انه يصير بينهم شيل أبوك وحطك طال عمرك، واحد يضرب من هنا والثاني يضرب من هنا، وواحد تعرف اللي قام يطالع قال هذا منو؟ يقول انت منو؟ قال أنا علي، أنا حيدر يا حبيبي، أنت عمرو بن ود، عمرو بن ود نافض ريشك علينا، تعال. ويشيلون طال عمرك مع بعض مع بعض، ويشتد بينهم القتال إلى درجة أنه غبارهم اللي بينهم غطى أعين الناس الموجودة اللي من المسلمين ومن الأحزاب الموجودة، كلهم ما قاموا يشوفون وش اللي حاصل بالضبط اللي داخل. فتعرف اللي خذوا وقت وهم يتصارعون يتصارعون يتصارعون، ما حسوا تعرف يوم صمتت الأصوات شوي، ويطلع طال عمرك صوت بأعلى صوت صيحة الله أكبر. لما سمعوا الله أكبر عرفوا أنه منه علي بن أبي طالب قتل عمرو بن ود. فطالعوا تعرف الناس ترطمت وجيهم يعني مو مصدقين اللي قاعد يصير. جدك أنت عمرو بن ود؟ عمرو بن ود كان يهزم قبائل لحاله، هذا منه اللي قتله؟ طالعوا ولا علي بن أبي طالب؟ طال عمرك شايل سيف وجاي، ويجيهم طال عمرك علي بن أبي طالب ويكبرون المسلمين، مو مصدقين الوضع اللي قاعد يصير. كل الصحاب ما حد مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم والدنيا دول. الذي سمتني أمي حيدرة ضرام أجام وليس قسورة، أنا الذي سمتني أمي حيدرة ضرام أجام وليس قسورة، عبل الذراعين شديد القاصرة كليث غابات كريه المنظرة، أنا الذي سمتني أمي حيدرًا.